السلام عليكم، معكم عبد الرحمن العتيبة، وفي هذا الفيديو سأعرض عليكم أسيري، وهي إضافة لسيري بروكسي تتيح لسيري فهم عدة لغات لا تدعمها أبل، ومن ضمنها اللغة العربية. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ مرحبا. الإمكانيات غير محدودة مع سيري، وهذا فقط عرض تجريبي، ومن الممكن جدا التطوير على سيري لفهم والرد على جمل وكلمات أخرى بعدة لغات، لكون سيري مطروحة بشكل مفتوح المصدر. في النهاية شكرا لكم على المشاهدة، والمزيد من المعلومات يرجى زيارة الروابط الموجودة في الوصف. شكرا جزيلا.